إلى لائحة شهداء تفجير ستاركو شهيد جديد أنور بداوي، توفي صباح الأحد بعد ما كان بغيبوبة بمستشفى الجامعة الأمريكية. انصاب برأسه بالتفجير وهو كان سائق تاكسي نازل من سن الفيل إلى أوتيل فينيسيا، وصادف مروره مكان الانفجار. مثل العادة بينزل هو الساعة 11، بس يومتها نزل بكير، ما لحق وصل بعد شي ربع ساعة طلع الانفجار، كان هو ورفاقته حده. انصاب لحاله وجدته شظية برأسه، كان كافي إنه يفوت كوما فيها. بهالبلد بده يشقى ويتعب ليجيب رقمة عينه، هذا مصيره؟ هذا سؤال برسم المسؤولين. أنور مواليد ال 65 لحدث لبنان، متزوج وله 3 أولاد. هذا زلمة عنده 3 أولاد، هو الوحيد المعيل لها. بدنا نشوف هالدولة المحترمة اللي استشهد هيك ببلاش، شو بدها تقدم له هلا لعائلته، لنقدر بس نشوف بهالوطن كيف بدنا نكفي وكيف بدنا نعيش. أنور سيدفن بمسقط رأسه بالحدد نهار الاثنين، وسط دموع الأسى والحزن على شهيد كل ذنبه أنه عايش بلبنان.